ازيكم شباب، عاملين ايه؟ اخباركم؟ هقول لكم النهارده ازاي تثبتوا نسخه كالي اللي هي ديت، طبعا اللي كلنا عارفينها، جنب النسخه بتاعتكم الويندوز العاديه. شرح بسيط وحاجه لذيذه وجميله. اول حاجه عن طريق برنامج دوت فيرتوال بوكس. طبعا كل ده كده سهل ولذيذ. تعالوا مع بعض نخش على المصفح كده وهنكتب هنا فيرتوال بوكس ديت. هندوس كده، هنخش على اول متصفح، هندوس هنا على داونلود ديت. هيطلع لنا دول اللينكات ديت. طبعا هندوس على اول واحدة اللي هي ديت اللي معلم عليها دي، وهنحملها عادي ومفيش اي حاجة. تمام، بعد ما ندوس عليها هي هتحمل زي كده بالظبط. بس طبعا انا محملها، بس انا بوريك انت. وبعد كده هنخش على نفس الكلام متصفح تاني، هنكتب هنا كالي. هنخش على المتصفح بتاع كالي زي ما انت شايف كده. هنا هندوس هنا على داونلود، هيفتح لنا الصفحة ديت. هنفضل ننزل كده زي ما انت شايف، ديت بتاعت النسخة اللي احنا حملناها البرنامج اللي هو فيرتوال بوكس. طبعا زي ما انت شايف اهو مكتوب اهو فيرتوال بوكس. هتبدأ تدوس هنا على السهم دوت، هتنزل هي النسخة 2 جيجا و700. هتنزلها عادي برضو زي ما انت شايف اهي، هتنزل عادي وهتنزل معمولة كده ملف وينر. طبعا انا راجع لان انا برضو مثبتها. هخش انا عندي على الجهاز، انت هتلاقيها زي كده. طبعا هيكون تكون منزل وينر ده، هتدوس تخرج هنا او هير، هتفتح لك صفحة زي كده، فولدر يعني زي كده. هتلاقي الاتنين دول بس، هتلاقي الاتنين دول بس، مش هتلاقي اي حاجة تانية. دي الحاجات الادوات والاوامر اللي انا منزلها. فطبعا كله 2023 زي ما انت شايف، هتلاقي الاتنين دول بس. فهتدوس على الازرق دوت، هيفتح لك الصفحة ديت. هتبدأ تخش على السيتنج عشان تتأكد بس ايه من الامكانيات بتاعتك. هتلاقي الباسورد هنا واليوزر نيم كالي. انت لازم تخش هنا اول ما دي تتفتح، هتلاقي هنا كده كالي لينكس اهي. هتخش هنا على السيتنج، هتخش على تالت واحدة ديت، هتلاقي ده الباسورد اليوزر نيم والباسورد بتاعك. تمام، وبعد كده طبعا احنا هنخرج بس من ده عشان اوريكم كل حاجة على طبيعتها. هو بس بيخرج كده ايه، كأنه بيعمل شت داون للنسخة عادي، بعد كده يختفي زي ما انتم شايفين. طبعا انت لما دي تفتحها، انا ببدأ لك كامل الاول دي. لما تفتحها ودخلنا على السيتنج وشفنا ديت اليوزر نيم والباسورد، هندوس هنا ستارت زي ما انت شايف. هيبدأ يعد لك هنا زيرو اهو، ويبدأ يفتح لك الصفحة ديت. الطريقة ديت انت لو عايز تنزل بيها نسخة ويندوز يعني 7 10 11 اي حاجة، تقدر تنزلها عن البرنامج، عن طريق البرنامج دوت. البرنامج ده جميل جدا، يفتح لك نسخ جنب النسخة بتاعتك، ولا تراستر ولا تعمل اي حاجة ولا تفضي بارتيشن، هو فولدر بيتحط وخلاص. زي ما انت شايف النسخة بتتفتح. طبعا النسخة دي مميزة جدا وكلنا عارفين هي ادواتها ايه، وانا هبدأ انزلكم في الادوات واحدة واحدة، والاوامر برضو بتاعتها هنزلها واحدة واحدة. اشتركوا معايا وتابعوني ودعموني بلايك، ولو في اي استفسار اكتبولي في تعليق. انا بس بوريك بتتفتح ازاي، عشان طبعا هندخل اليوزر نيم والباسورد اللي احنا شفناهم اللي هم كالي. ندوس هنا طبعا نفس الكلام، الباسورد كالي اللي احنا شفناهم من في البرنامج ده. انت حابب تغيرهم بتعدل عليهم عادي، ولو غيرتهم يبقى احسن، يعني الافضل ليك ان انت تغيرهم. ودي كده النسخة بتاعتنا
ودي الاوامر بتاعتنا. طبعا بتدوس هنا على التنين الازرق دوت، دي الاوامر بتاعتنا اهي، كل حاجه شغاله. طبعا انت فيه بتضيف حاجات طبعا هنا اهو، ماشي. بدوس هنا، هنا بيطلب مني الباسورد تاني عشان اقول له على الاوامر اللي انا عايزها. زي ما انت شايف تكتب له هنا الامر وننزل لك هو بيه. ده كان شرح النهاردة، وقلت اوريكم ازاي تنزلوا كالي من البداية عشان لما ننزل بقية الشروحات والاوامر والكلام دوت وكل حاجة انتوا عايزينها هنزلها لكم، بس طبعا بالتدريج عشان في ناس طبعا تبقى لسه مبتدئة فلازم تعرف الحاجة من اولها. ده انا كده اول حاجة نزلت النسخة، ده الاول فيديو. الفيديو اللي جاي هنبتدي ندي الاوامر، والفيديوهات اللي بعديها هنشرح كل ده كده، ماشي، ايه الادوات ديت وكل حاجة عن طريق ايه، وان شاء الله هتستفيدوا وهوريكم كل اللي انتوا عايزينه. شكرا لكم.